السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا المحاضرة الثالثة Base Pairing and Base Stacking. تركيب ثلاثي الأبعاد للـ DNA 3 Dimensional Structure of DNA Molecule. طبعا هذا التركيب اقترح من قبل العالم واتسون أند كريك سنة 1953. هذول العلماء اقترحوا تركيب الـ DNA بالشكل اللي هسه حوصفه لكم اياه. قالوا بانه جزيئه الدي ان اي consist of two polynucleotide chains، يعني تتكون من سلسلتين متعدده النيوكليوتيدات twisted around one another، تلتف حول بعضها الاخر لتكون double stranded helix، تكون هذا الحلزون ثنائي الشريط اللي كل أدينين من شريط تزدوج مع ثيامين من شريط آخر، وكل جوانين من شريط تزدوج مع سيتوسين من شريط آخر، وهذا الازدواج هيخلق لي شريطين واحد عكس الثاني. قلت لكم يا سابقا واحد يبدي من 5 إلى 3 والثاني من 3 إلى 5. هذا التركيب هو ستاندرد ستركتشر، هذا التركيب القياسي للدي ان اي. يكون الشكل مالته هو البي فورم اوف دي ان اي، يعني يسميه بالبي فورم. هذا الشريط يحتوي على عدد من اللفات. اللفة الوحدة one complete term ايش قد تكون؟ تكون 34 انجستروم. طبعا الالتفاف حيكون رايت هاندد باتجاه اليمنى مع عقرب الساعة، يعني نقول رايت هاندد مع عقرب الساعة يلتف. لو نجي على هسه قلت لكم اللفة الوحدة هي 34 انجسترام، منين جاية؟ شلون طلعت 34؟ اللفة الوحدة تحتوي 10 قواعد 10 bases per helical term، يعني باللفة الوحدة أو بكل لفة أكو 10 قواعد. المسافة أو السبيس بين كل قاعدة وأخرى من هاي العشرة هي 3 و4 انجسترام. إذا 3 و4 انجسترام في 10 يطلع 34 انجسترام. أرجع أعيد، اللفة الوحدة تحتوي 10 قواعد أو 10 أزواج قاعدي. المسافة بين كل زوج قاعدي وآخر 3 و4 بالعشرة انجسترام. إذا لو أجي أضرب 3 و4 انجسترام في 10 ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 34 انجسترام. لو نجي نشوف بهاي الرسم، هاي اللفة الوحدة، هاي اللفة الوحدة، هذه هي اللفة. كم زوج عندي؟ 1 2 3 4 5. هنا ذاكر لكم يا حد نوصل للعشر. اذا عندي 10 ازواج قاعدية باللفة الوحدة. المسافة بين كل زوج قاعدي وآخر 3 و4 انجسترام. هذا الرسم الثاني. هذا الرسم يوضح لنا اللفة الوحدة الـ one complete term شقد؟ 34 انجسترام. منين جاية؟ تشوفون هاي كلها لفة الوحدة، يعني هذه اللفة الوحدة. عدد القواعد الأزواج القاعدية الموجودة باللفة الوحدة 10. المسافة بين كل زوج قاعدي وآخر 3 و4 انجسترام. إذا 3 و4 انجسترام في 10، يعني عندي 10 أزواج قاعدية، يطلع لي 34 انجسترام. طبعا بهذا الرسم حتشوفون أيضا الماينور جروفز، يعني هنا خنادق صغيرة، نشوفون اللفة بها خندق صغير وخندق كبير، يسمونه بالماينور جروفز والميجر جروفز. شريط الدي ان اي حيزدوج مع بعضها، اشرطة الدي ان اي حتزدوج بيس بيرنج. يكون هذا الازدواج عن طريق الهيدروجين بوند، الاواصر الهيدروجينية. المعروف ان هاي الاواصر الهيدروجينية هي اواصر ضعيفة، فلذلك يجب انه تكون اصرتين اقل شيء يلا تكون قوة،
يعني مثلا هنا الأدينوثيامين آسرتين، والجوانيو والسيتوسين 3 أواصر بيناتن، أواصر هيدروجينية. والمعروف إنه ما دام 3 أواصر، إذا القوة هنا قوة الارتباط بين الجوانيو والسيتوسين أكبر من قوة الارتباط بين الأدينين والثيامين. وهسه حوضح لكم إياها. هيدروجين بوندينج هذا يعني بأنه الارتباط الهيدروجيني أو الأواصر الهيدروجينية بين الجوانين والسيتوسين تكون سترونجر، تكون أقوى من الارتباط الهيدروجيني الموجود بين الأدينين والثيامين. ليش؟ لأن الجوانين والسيتوسين بينات 3 أواصر، وبين الأدينين والثيامين بينات آسرتين. هذا يعني بأنه required تحتاج إلى more energy to break، لا تحتاج إلى طاقة أكبر على مود تنكسر هذا الازدواج القاعدي. في جهاز البي سي آر شرحت لكم إياه بأول مختبر، قلت لكم أني لازم أول خطوة إنه أني أحتاج إلى طاقة عالية على مود ينفصل شريطي الدي إن إي على مود أضعفه. فالدي إن إي ما نقدر إن نكثر نسخه وبالتالي ندرس الجين إلا إذا أزيده. زين شلون أزيد عدد نسخ الجين؟ أفصل شريطي الدي إن إي عن بعضها، وبالتالي الشريط حيصير شريطين، والشريطين حيصيرون 4، والأربعة يصيرون 8، والثمانية يصيرون 16، وهكذا إلى نوصل إلى ملايين النسخ. درجة الحرارة اللي أعتمدها، طبعا درجة الحرارة حتكون بين 94 إلى 98، يعني مو درجة حرارة قليلة، لكنه درجة الحرارة تحدد انفصال الدي ان اي أو انفصال شريطي الدي ان اي. فأعتمد بدرجة الحرارة على نسبة الجي سي الموجودة، إيش قد ما كان عندي جي سي أكبر كل ما عندي أحتاج إلى درجة حرارة أكبر، كل ما عندي جي سي أقل إذا أحتاج إلى درجة حرارة أقل بجهاز البي سي آر على مود ينفصلون. فهذا ترى يجيكم سؤال. إذا the amount كمية الحرارة اللي require نحتاجها to separate لفصل شريطي الدي ان اي تزداد increases تزداد with the percent of GC، كل ما زادت نسبة الجي سي إذا تزداد كمية الحرارة اللي أحتاجها على مود أفصل شريطي الدي إن إي. الشكل القياسي للدي إن إي اللي سميناه بالبي فورم أوف دي إن إي يحتوي على عدد من الصفات. أول صفة بلينر، مستوي، موازي تو ون أنذر، وبربنديكولار يعني عمودي تو لونج أكسس يعني عمودي على المحور الطولي للدبل هيليكس للمحور الحلزوني. فهذه هي الفيتشرز، هاي صفات الدبل هيليكس دي ان اي اللي هو القياسي اللي هو البي فورم، فيعرف بالبيس ستاكينج. قبل شويه بالرسم شوفتكم الكروفز اللي هي الخنادق الموجوده بالدي ان اي، فهاي التو كروفز الموجوده بنوعين، الميجر كروفز تكون اكبر، تكون لارجر ذان، اكبر من اللي مسمات بالماينر كروفز. وهذه هي هذه الميجر كروفز، تشوفون كبيرة بنفس الوقت اكو هنا طية صغيرة، فهي تسمى بالماينر كروفز. عندنا موضوع اشكال الدي ان اي. الدي ان اي يمتلك 3 اشكال، البي فور والاي فور والزد فور. نجي على اول شكل اللي هو بي فور هيليكس اللي هو الشكل القياسي للدي ان اي، يكون رايت هاندد هيليكس يعني التفافه الى جهه اليمنى، يكون موست كومن فورم اوف دي ان اي ان سيلز يعني هو الشكل الاكثر شيوعا بالدي ان اي. التيرن تكون افري 3.4 نانومتر او بمعنى يعني حطيتكم اياها انه هي 34 انجستروم. ايش تيرن contain 10 base pairs يعني كل لفة تحتوي على 10 أزواج قاعدية. distance between each يعني المسافة بين 2 من القواعد، بين قاعدتين هي 3 و4 انجستروم أو نقول 0.34 نانومتر. يحتوي 2 groves يحتوي خندقين، هاي شوفت لكم إياها بالرسم. الميجر كروفز اللي هو الوايت تكون عريضة و provide تجهز easy access to bases يعني سهل انه نوصل الى القواعد او نشوفها. الماينر كروفز لا تكون narrow، تكون هنا poor.
بالناتشرال ستيت يعني موجود بالحالة الطبيعية يعني بالحالة القياسية. أما الشكل الثاني هو الـ A-form DNA. الـ A-form أيضا يكون right-handed helix بس شنو يكون less common form of DNA، يكون أقل شيوعا بالـ DNA بس هو أكثر شيوعا بالـ RNA. إذن هذا شكل الـ RNA. أيضا الـ DNA يكون بهذا الشكل بس أقل شيوعا. Each turn كل لفة تحتوي 11 base pair، قلنا البي 4 10 هنا لا 11 base pair، 11 ازواج قاعدية باللفة الواحدة. يحتوي 2 different crops الميجور والماينر، بس هذني عكس البي 4 هنا very deep and narrow و very shallow and wide، وتكون تحت ظروف الجفاف under dehydrating condition. أما الشكل الثالث للـ DNA هو الـ Z4، يكون Radical Change of B4 يعني تغيير جذري عن الـ B4، يكون اتجاهها لليسرى Left Handed Helix Very Extended جدا ممتد يعني مشكله متطاول، يكون GC Rich يعني غني الـ DNA بمناطق غنية بالـ GC، يكون شكل الباك بون العمود الفقري للدي ان اي يكون شكل الزجزاج، شكل الزجزاج شيء الدي ان اي مرات ينتقل او يتحول ترانزيشن من البي فورم الى الزد فورم، فهذا التغيير يلعب دور بلاي رول، يلعب دور بجين ايرجوليشن بتنظيم الجين او بتنظيم التعبير الجيني. النقطة السادسة insult condition، يكثر في ظروف اللي تكثر بيها الأملاح أو زاد بيها نسبة الأملاح. هذا الرسم يبين الفرق بين الأشكال، مثل الـ Z4 قلنا يكون متطاول extended، أما الـ B4 عن الـ A4 تختلف بعدد القواعد الموجودة بالترن الواحد وبالإضافة إلى الكروفز، يعني قلنا الكروفز وحدة عكس اللخ بين البي فورم وبين الزد فورم وبين الاي فورم والبي فورم. فان شاء الله اجيب لكم سؤال اذكر لي الفروق بين الانواع الثلاثة او اختار مثلا نوعين، مثلا نقول بين البي فورم او الزد فورم. الرسم هذا ايضا يبين لكم الفرق بين الاي فورم وبين البي وبين الزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.